بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا مشاهدين شاشة تلفزيون قطر. نرحب فيكم في برنامجكم برنامج حياتنا وحلقة يوم الأربعاء مثل ما احنا وعدناكم دائما وأبدا. من خلال هذه الحلقة وهذا البرنامج دائما ناخذكم في جولة لأهم الأحداث والفعاليات والأخبار داخل دولة قطر، ولكن بداية أقول لزميلي وأخوي محمد حياك الله. الله يحييك، مساك الله بالخير ومسي على جميع مشاهدينا على شاشة تلفزيون قطر. نفس ما قال زميلي نايف، بلقاء يتجدد معاكم ابتداء من يوم الأحد حتى يوم الخميس في تمام الساعة 7 مساء. نتكلم عن بعض المواضيع، وراح يكونوا معنا مجموعة من الضيوف راح يناقشون مواضيع لهذه الحلقة. ويمكن اليوم كان يوم مميز خصوصا مع تعدل الأجواء. الأجواء أكيد صارت عندنا حلوة اليوم، يعني احنا نشوف المطر في أماكن متفرقة. إن شاء الله الله يرزقنا الحياة هالسنة، إن شاء الله ويكون شتاء غير، ونشوف دائما الفعاليات اللي عندنا هنا في الدوحة. يعني خصوصا الأجواء تعدلت، فأظن ما في سبب أن الناس ما تبدأ تتجه لهالفعاليات هذه. أكيد فعلا أخوي محمد، يمكن يعني تعديل أو شفنا في تغيير كبير في الجو، الجو تحسن، فلذلك احنا نشوف العديد من الفعاليات، العديد من الأحداث اللي تصير داخل دولة قطر. يمكن أهمها معرض إكسبو اللي بمشاركة عدد كبير من الدول والجهات، سواء كانت هذه الجهات خارجية أو داخلية. ولكن أكيد يمكن من المواضيع المهمة أخوي محمد اليوم احنا نشوف وقفات تضامن يعني من مختلف جهات الدولة مع أهالينا وأخواننا في فلسطين وبالأخص في قطاع غزة. لذلك راح يكون عندنا بعض التقارير، راح يكون عندنا إن شاء الله بعض الفقرات اللي راح نسلط الضوء على مثل هذه المواضيع. صحيح، وإحنا الحين معاكم أعزائنا المشاهدين راح نبتدي أول أخبارنا، حيث وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وثيقة تعاون مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية جسور من أجل توفير فرص عمل للأشخاص الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص. نعم أخوي محمد، وقالت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن هذا التعاون يأتي انطلاقا من الدور الرئيسي للوزارة المتمثل في تنفيذ السياسات المتعلقة برعاية الأسرة والرعاية الاجتماعية. نعم زميلي، وأيضا تأكيدا على أهمية تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنمية الوطنية في قطاع الحماية الاجتماعية، سعيا لدعم القطريين وغير القطريين من الفئات المستهدفة كالأشخاص ذوي الإعاقة. نعم، وأضافت الوزارة أن هذا التعاون بين الوزارة والشركة يمثل كذلك فرصة لتحقيق أهدافهما المشتركة في مجال اختصاصاتهما، حيث يهدف إلى توفير فرص العمل لذوي الإعاقة في القطاع الخاص بما يتوافق مع قدراتهم واحتياجاتهم، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء مقابلات شخصية مع الباحثين عن العمل لتحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلاتهم. طبعا شيء جميل اللي احنا نشوفه ان التركيز في العمل او في القطاعات دائما يكون موجه لجميع فئات المجتمع. أكيد. يعني ذوي الإعاقة من الناس اللي لهم علينا حق ان احنا نكون موفرين كل اساليب الراحه لهم، سواء بالاماكن او حتى في العمل. وهذا الشيء اللي نشوف عليه الاتفاقيه اللي بنيت الحين، وهذا الشكر واصل لهم على اهتمامهم في اخواننا ذوي الإعاقة. اكيد اخوي محمد، واحنا اكيد يعني نشكر المؤسسات الحكوميه في دوله قطر على اهتمامهم لهذه الفئه، على الاستفاده من خبراتهم وامكانياتهم وقدراتهم، لذلك لهم دور كبير في مختلف المجالات. الى جانب اخر اخوي محمد، والى مؤسسه اخرى، واكيد هذه المؤسسه اعلن قسم اللغه العربيه وادابها في كليه الاداب والعلوم بجامعه قطر وفرع الثقافه والفنون برابطه خريجي جامعة قطر إطلاق مسابقة القصة القصيرة تحت شعار نحو بيئة خضراء تنبض بالحياة لطلاب وطالبات جامعة قطر، تزامنا مع المعرض الدولي للبستنة إكسبو قطر 2023. نعم، وتهدف المسابقة إلى استكشاف المواهب الأدبية والقدرات الإبداعية لدى الطلبة وتوجيه العناية والاهتمام إلى قضايا البيئة والاستدامة. طبعا احنا نشوف ان نفس ما قلت انت موضوع الفعاليات اللي تكون داخل إكسبو جدا كبيرة، وفي اهتمام كبير أن يكون إكسبو ما بعد إكسبو يكون بعد موجود، اللي هو الاهتمام في الفترة هذه والاستفادة من تواجد إكسبو عندنا حاليا في قطر. أكيد أخوي محمد، والجميل اليوم احنا نشوف مواكبة هذه مؤسسات الدولة مع يعني فترة إقامة معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023، بالإضافة إلى وجود مثل هذه البرامج اللي تساهم أو إشراك خلينا نقول الطلاب في القطاع التعليمي، سواء كان بهدف تنمية مهاراتهم. واليوم فعلا دور
دور كبير لجميع أفراد المجتمع خاصة في مجال البيئة. نعم زميلي نايف، وحين ننتقل إلى شيء تكلمنا عنه بداية الحلقة اللي هي الوقفات اللي صارت حيث احتجاجا على المجازر الوحشية اللي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة، نظم المركز القطري للصحافة أمس وقفة تضامنية مع الأشقاء في غزة تحت شعار غزة تنادينا. تفاصيل أكثر نتعرف عليها في سياق هذا التقرير. هذه الوقفة جاءت امتداد للدور الذي يسعى قدر الإمكان المركز القطري للصحافة على الإتيان به والوقوف به والعمل به من خلال وجوده في المجتمع القطري. ولعل الوقفة العظيمة اليوم والصمود الجبار الذي يؤديه الشعب الفلسطيني متمثلا في أبناء غزة من خلال تصديهم لهذه الهجمة الشرسة من قبل الكيان الصهيوني، فرضت على المركز القطري للصحافة أن يقف إجلالا واحتراما وتقديرا لهذا الشعب. أتيت كما باقي الزملاء للمشاركة في هذه الوقفة التضامنية التي ينظمها المركز القطري للصحافة تضامنا مع ما يحدث في غزة وما يتعرض له أهلنا من ظلم جائر وحرب مجنونة. نتمنى إن شاء الله الرحمة للشهداء ونتمنى الشفاء للجرحى وأن يكون الله في عون النازحين. رسالتنا اليوم يجب وقف العدوان، هذا قبل كل شيء، يجب وقف العدوان وبعد ذلك الحديث عن أشياء أخرى كثيرة معلقة من 75 سنة. نقول للعالم أن غزة وفلسطين هي قضية كل الأمة العربية ولا مجال لأن نتخلى عن أي شبر أو أي شخص في فلسطين ولو كان رضيع أو حتى الذين لم يولدوا بعد. مشاركت اليوم في الوقفة التضامنية دعم أهلنا وأحبابنا في غزة والوقوف بجانبه في هذه المحنة. الاضطهاد الموجود والإذلال ما حصل ولا في أي بلد في العالم، فإحنا بنطالب الأمم المتحدة وبنطالب العالم الحر إنه يقف معنا وقفة تضامنية وقفة حرة. احنا بندعو كل الحكومات العربية انها يكون ليها موقف ايجابي وانها تذهب جميعا من خلال ممثلينها في جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب الى معبر رفح لمساندة الشعب الفلسطيني والتقدم بدخول المساعدات الانسانية والطبية والوقود الى داخل القطاع، ليس لان الشعب بحاجة الى هذا فقط ولكن حتى يشعر الشعب الفلسطيني ان الامة الاسلامية والعربية خلفه وفي ظهره وتدعمه بكل قوتها. لما بنحكي عن فلسطين بنذكر من دون أدنى شك أهمية وقدسية هذا البلد العظيم والعريق، أرض الرسالات السماوية، أولى القبلتين، مدينة الصلاة، مصر الرسول عليه الصلاة والسلام، مهد المسيح. كفى بذلك وبهذه البواعث المقدسة أن تلزمنا بنصرة فلسطين وبالمحافظة عليها وعلى قضيتها. حياكم الله معنا مشاهدين الكرام. يمكن شفنا هذا التقرير اللي يتكلم عن وقفات تضامنية مع أهالينا في فلسطين وبالأخص في قطاع غزة. يمكن أخوي محمد يعني مثل هذه الوقفات، يمكن مثل هذه المبادرات له دور كبير خاصة في توصيل أصوات العرب والمسلمين بالأخص إلى الجانب الغربي. صحيح، وإحنا دائما نقول أن إحنا نحاول نساعد بأقل الأشياء اللي ممكن نقدر عليها، سواء كانت بوقفات تضامنية أو حتى عن طريق منصات التواصل الاجتماعي أو حتى بمناداة بهذا الشيء. هذا أقل ما كان لدينا، ولازم إحنا ما نوفر أي جهد في توفير هذا الشيء خصوصا على الوضع اللي قاعدين نشوفه في غزة. إن شاء الله الله يحفظهم إن شاء الله ويحميهم من كل شر. أكيد أخوي محمد. وإلى موضوع آخر مشاهدين الكرام، حتى قبل انطلاقتها كان معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023 محط اهتمام العالم لما حققه من أرقام قياسية وإنجازات متنوعة. التقرير التالي يرصد لنا جانبا من هذه الإنجازات، نتابع.
شهادتان على التميز والفرادة في قطر قدمهما إكسبو الدوحة 2023، جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذكية والمبنى الرئيسي لمعرض إكسبو 2023 للبستنة، دخلا موسوعة جينيس للأرقام القياسية. ونجح جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذكية بدخول الموسوعة بأطول هيكل خرساني مستقل تم بناؤه بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. ويشكل الهيكل بمساحته التي بلغت 170 متراً مربعاً وارتفاع 12 متراً فاصل 4 شهادة على التزام قطر بتخطي كل الحدود في مجال التكنولوجيا وتقديم الابتكارات التي تعمل على تحسين حياة الأفراد. الإنجاز امتد إلى المبنى الرئيسي لإكسبو 2023 والذي نجح بدخول موسوعة جينيس عبر أكبر سطح أخضر في العالم، يمتد على مساحة تقدر بنحو 4031 متراً مربعاً. يظهر المبنى أعلى معايير البستنة ضمن منطقة ذات مناخ حار، ويقدم نموذج الدولة الخضراء في إقليم صحراوي من قبل قطر، وهو مع جناح وزارة الاتصالات يتركان بصمة إيجابية تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 عبر التركيز على مفاهيم الاستدامة والابتكار. حياكم الله معنا مشاهدين الكرام. إذن دخل جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطر الذكية تسمو موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتسجيله أطول هيكل خرساني مستقل تم تشييده بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. للحديث عن هذا الإنجاز يسرنا أن تكون معنا في الاستوديو السيدة إيمان أحمد علي الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حياك الله معنا أختي إيمان. الله يحييك يسلمك، شكرا على الاستضافة. واجبنا هذا. يا مرحبا ومسهلا. ونتكلم شوي عن بداية، أول شيء طبعا أكيد مبارك لكم على هذا الإنجاز، ولو تعطينا نبدأ شوي عن جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إكسبو الدوحة. أولا صراحة شرف كبير أن أتحدث عن هذا الإنجاز لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. طبعا هذه المشاركة تأتي يعني من حبنا لمشاركة المجتمع عن طريقة تطبيق التقنيات الحديثة على أرض الواقع. يعني شفنا أن المشاركة بهذه المشاركة اليونيك في الإكسبو يعني شيء مهم ان احنا نبرز لهم تقنيات حديثه، خصوصا زوار المعرض هم يعني من جميع افراد المجتمع، وعاده شيء مثل هالشيء يقدر انه يبهرهم بهالتقنيه. اكيد. طيب اختي ايمان، يعني فعلا احنا اليوم نشوف حضور كبير لمختلف مؤسسات الدوله في معرض اكسبو الدوحه للبستنه 2023، لكن بالنسبه لجناح وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نبغى نعرف الميزه او اهم مميزات هذا الجناح، خاصه يمكن انتم يعني دخلتوا موسوعه جينيس. يعني أهم ميزة أولاً أنه تم طباعته بتقنية ثلاثية الأبعاد. نعم. فهاي الجانب اللي عطانا هالإنجاز أن نكون أطول هيكل خرساني مطبوع بهالتقنية. جميل. لكن أيضاً الجانب اللي إحنا اهتمينا فيه أنه يكون مستوحى من الثقافة القطرية، ونعكس جانب ثقافتنا في من ناحية تصميمه، حيث أن التصميم نفسه مستوحى من زهرة الصحراء. جميل جميل جميل. احنا قاعدين نشوف لقطات مع اعزائنا المشاهدين، قاعدين نشوف لقطات للجناح ونشوف ما شاء الله التميز اللي قاعد يصير فيه، وهذه الدعوه احنا دائما نوجهها اللي شاهدنا عبر شاشه تلفزيون قطر انه يتوجه يحضر الفعاليات الموجوده عندنا في الدوحه، ومنها فعاليه اكسبو بساتين 2023. نرجع مره ثانيه، شنو يعني لكم هذا الانجاز؟ طبعا اكيد انه جاء منه بعد تعب، بس شو اللي يعني لكم؟ يعني اتوقع يعني هو يعني تجربه استثنائيه حق كل فريق العمل اللي يعني عملنا فيه، ان نطور فكره ومشاركه بهالطريقه. طبعا احنا عملنا مع فريق عالمي مختص بتطوير هالتقنيه،
وتنفيذ مشروع بهالطريقة. وجدا همنا جانب أن إحنا مثل ما قلت سابقا أن نعرض الثقافة القطرية من ناحية التصميم المستوحى من زهرة الصحراء بطريقة التداخل وبين الطبقتين الهيكل نفسه. فهالجانب يعني كان جدا مهم لنا. وغير هذا شيء ثاني احنا كان يهمنا جدا توطين هالمهارات في قطر، حيث ان هالفريق العالمي اشتغل مع طلاب الهندسه في جامعه تكساس اي ان ام. يعني حتى لو يشوفون المقاعد الخارجيه حول الجناح نفسه مكتوب عليه صنع في قطر، لأن جميل. تم تنفيذه داخل قطر في طلاب من قبل طلاب جامعة تكساس اي ان ام. جميل. طيب اختي إيمان، يعني اليوم اذا احنا جبنا على سبيل المثال الشركات الكبيرة، الشركات العالمية، على سبيل المثال شركة امازون، يمكن واحدة من اهم يعني قوة ونجاح شركة امازون هي اهتمامها بموضوع او فكرة او ثقافة الابتكار. اليوم ولله الحمد احنا نشوف يعني العديد من مؤسسات الدولة عندها هذا الاهتمام، لكن احنا نبغى نعرف سبب اهتمامكم انتم بمبدأ او ثقافة الابتكار بالإضافة الى ثقافة او خلينا نقول التكنولوجيا الرقمية في المؤسسة. يعني طبعا هذا يأتي من التزام وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات بتطوير الخدمات في الدولة. وطبعا الابتكار في بتطبيق التقنيات الحديثة هو احد الأولويات اللي احنا يعني نعمل عليها في جميع المشاريع والبرامج في وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات. وطبعا مشاركة في الأكسبو بجناح بتقنية حديثة يعني هو دليل على التزامنا بهالتقنية وإبراز جهودنا في هالمجال. جميل. جميل. لو نتكلم شوي عن الجناح، المساحة، الارتفاع، وبالإضافة كيف تدعم يعني هذا المشروع، كيف يدعم مشاريع الاستدامة؟ طبعا يعني حجم للجناح هو 13 متر كعرض، وكارتفاع هو 12.4 متر كارتفاع. هو كاستدامة باستخدام التقنيات الحديثة اللي فيه، يعني لما تستخدم تقنية ثلاثية الأبعاد يعني عادة مثل ما يقولون no waste، يعني ما فيها هدر للموارد. يعني فهي من جانب الاستدامة. غير هذا طريقة المشاريع اللي احنا عارضينها هي تبرز جهود الدولة في تطبيق تقنيات المستدامة، فمشاركة من قبل الوزارة في البرامج الحديثة والمشاريع الابتكارية اللي نقدمها في مشاريع دولة ذكية راح تبرز تطبيق الاستدامة في مشاريع الدولة. جميل. طيب اختي إيمان، يعني احنا لما نتكلم عن معرض اكسبو ومشاركتكم في هذا المعرض، اكيد احنا جالسين نتكلم عن وجود أو بإذن الله راح يتم تطبيق العديد من الفعاليات خلال فترة هذا المعرض، لو تحدثينا وتوضحين أكثر للمشاهدين عن أهم هذه الفعاليات اللي ممكن هم يزورون لجناح الوزارة أو لمعرض إكسبو، ممكن يتعلمون على أمور كثيرة ويستمتعون بهذه الأجواء. يعني تجربة الجناح نفسها هي تجربة للزائر نفسها، هي على 15 دقيقة يمر فيها على عرض المشاريع المختلفة. غير هذا الفكرة نفسها مستوحاة إن الشخص نفسه الزائر أيضا يكون بينه ويعني تواصل بالتقنيات الحديثة. يعني مثلا في نص الجناح موجودة هو مثل الشلال المائي اللي احنا نسميه الواحة الذهبية اللي تعرض ابتكارات أو التطلع المستقبلي لدولة قطر. التقنية المستخدمة في عرض اللي هو الصور المتحركة هي تقنية الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي. فحتى طريقة عرض المحتوى هي تعتبر مختلفة. جميل. كتجربة. غير هذا عندنا مشاركات أخرى في الأكسبو في مركز الابتكار ببرنامج استوديو 5. وغير هذا إن شاء الله في شهر نوفمبر عندنا مشاركة بأكسبو مدن الذكية. جميل. لزوارنا اللي
اللي في نسختها الثالثة. جميل جميل. احنا كنا بنتكلم عن استديو 5 اللي هو احد المشاركات اللي عندكم. شو اللي قدمه هذا الاستديو بالضبط؟ انا دائما يسبقني هذه دائما يسبقني ان يهمني ان اذكر استديو 5 لانه من احد المشاريع اللي كثير احبها في الوزارة. لكن بالتفاصيل احنا نبي التفاصيل. خلاص ان شاء الله ممكن يكون منافس ما ندري. لا استديو 5 هو يعني برنامج مركز لفئة الشباب. جميل. بتوفير لهم بيئة خاصة بالتطوير العملي في الصناعة الرقمية. يعني نوفر لهم كل التقنيات الحديثة يعملون عليها بطريقة ابتكارية. يعني مثلاً مشاريع اللي تخص الـ 3D printing، يعني من الأساسيات كيف يتم تطوير المحتوى على الكمبيوتر لين المخرجات إلى طباعته، إنترنت الأشياء وحتى طريقة برمجة الذكاء الاصطناعي، كل هالمحتوى تم تطويره في منهج خاص عن طريق برنامج استوديو 5 المشارك في مركز الابتكار. غير هذا خلال فترة 6 أشهر بيكون متواجد بمشاركة كاملة، راح يقدم 4 هاكاثونز. وغير هذا جلسات حوارية تدمج بين مواضيع الاستدامة والتكنولوجيا الرقمية. جميل. يعني محمد هم الظاهر راح ينافسون ويأخذون الانظار اتجاه استوديو 5. ممكن احنا بعدين نروح اكيد. طيب اختي ايمان، يعني تكلمتي انت عن استوديو 5، بالاضافه الى ذلك يمكن ذكرتي ولو يمكن يعني على السريع موضوع معرض المدن الذكيه. نبغي نعرف، احنا ذكرتي انت ان هذا المعرض راح يكون في شهر نوفمبر في شهر 11، نبغي نعرف اكثر عن اهم المواضيع اللي راح يتم مناقشتها في هذا المعرض. طبعا في نسختها الثالثة اكسبو المدن الذكية، يعني كان له نجاح بارز العام الماضي في 2022، وهالمرة يعني ركزنا انه يكون مواضيع تركز على الاستدامة وايضا البيانات وطرق تطويرها. فهناك كثير من المحاور اللي راح يتم نقاشها تتكلم عن اللي هي حوكمة البيانات. طريقة تطبيقها وآلية تنفيذ هذه المشاريع الذكية، وايضا نقاشات مختلفة تخص الدول الذكية ومناقشة الحلول والتحديات اللي واجهتها والاستفادة من خبراتهم. أكيد. جميل جميل. سيدة إيمان، في ختام لقائنا كل ما حبت وجهنا عبر شاشة تلفزيون قطر. أولاً أنا صراحة أشكركم لاهتمامكم، وأن أنت تعرضون مشاركة وزارة الصلاة في إكسبو الدوحة 2023، وأيضاً أنا أدعو زوار المعرض بزيارة مشاركة وزارة الصلاة تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من التقنيات الحديثة وتجربة الوزارة مع التكنولوجيا الرقمية. أكيد. وإحنا بدورنا نشكركم أختي إيمان أحمد علي الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أكيد نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، سواء كان في معرض إكسبو الدوحة 2023 أو في معرض المدن الذكية. احنا نستمر مع المشاهدين، ولكن شو اللي عندنا أخوي محمد؟ بنروح الفاصل ونرجع لهم إن شاء الله. حياكم الله معنا مشاهدين الكرام، ومستمرين معاكم لتكملة باقي فقراتنا، حيث انطلقت فعاليات النسخة 11 من معرض سيتيسكيب قطر، والذي يقام على أرض مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. نعم، النسخة الحالية تشهد مشاركة نحو 90 مطور عقاري و40 متحدث محلي ودولي، سيطلعون الزوار على تطورات السوق العقارية القطرية وتطلعاتهم المستقبلية لها وما تشهده من ابتكارات ستسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. تفاصيل أكثر نتعرف عليها في سياق هذا التقرير.
على ضوء التطور الذي يشهده القطاع العقاري في قطر، انطلقت النسخة 11 من معرض سيتيسكيب قطر 2023، والذي يعد فرصة للمطورين العقاريين الذين سيكشفون على مدار 3 أيام متتالية عن تفاصيل وملامح مشاريعهم الحالية والجديدة، وسيسلطون الضوء على كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال. يقدم المعرض عروضاً وصفقات حصرية بواسطة 90 مطوراً عقارياً و40 متحدثاً محلياً ودولياً. سيطلعون الزوار على تطورات السوق العقارية القطرية وتطلعاتهم المستقبلية لها وما تشهده من ابتكارات حديثة. نسخة المعرض الحالية ستشهد انطلاق سلسلة محادثات سيتيسكيب 2023، والتي تضيء من خلال حلقاتها النقاشية المدعومة بالبيانات على قطاع العقارات في قطر ومساهمته في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث سيتم خلالها مناقشة فرص الاستثمار في قطر والاستدامة والتحول الرقمي ودور التكنولوجيا التحويلي في قطاع العقارات. وللمرة الأولى سيطلق المعرض أول جلسة نقاشية لمبادرة المرأة في قطاع العقارات، والتي تهدف إلى دعم نجاح النساء القياديات في القطاع العقاري إلى جانب إنشاء شبكة للتواصل والنمو بين العاملات في هذا القطاع. عودة لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا التقرير. بدأ موسم التخييم ورجعت الأجواء الحلوة مرة ثانية، وإحنا تكلمنا بداية الحلقة اليوم شفنا زخات مطر متفرقة في أماكن في الدوحة، لكن في أشياء مهمة في موسم التخييم أتوقع لازم تكون. أكيد أخوي محمد، لذلك يعني اليوم إحنا دخلنا موسم التخييم الشتوي، لذلك في يعني بعض الإجراءات، بعض الأمور اللي لابد اللي مهتمين في مثل هذه الأمور أنهم يعرفون أو يتعرفون عليها، بحيث أنهم ممكن يتجنبون أمور كثيرة. صحيح، وخصوصا خلينا نتكلم أنه فتح باب التسجيل الإلكتروني للتخييم هذه السنة لموسم التخييم الشتوي السنوي لعام 2023-2024 لجميع مناطق الدولة في الفترة ما بين 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، يبادر الجميع للتسجيل الإلكتروني. نعم أخوي محمد، ولكن قد يواجه البعض عقبات، ومن أجل خدمة جميع أطياف المجتمع تم تخصيص مراكز تخدم كبار السن لتسهيل عملية التسجيل وخدمتهم. المزيد عن هذه المراكز في هذا التقرير نتابع. موسم ينتظره الجميع، يذكرنا بماض فينا متأصل ويستمر لحاضر يغمر قلوبنا بالبهجة. موسم التخييم يفتح أبوابه للتسجيل الإلكتروني لجميع مناطق الدولة في الفترة ما بين 22 إلى 31 من أكتوبر الجاري 2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، على أن يبدأ موسم التخييم في الأول من شهر نوفمبر القادم وينتهي في 30 من إبريل المقبل 2024. نشكر صراحة وزارة البيئة والتغير المناخي على جهودهم الجبار هذه، وموفرين ما شاء الله كل شيء، يعني في سهولة في التعامل كثير صراحة وفي الدفع، والله الإجراءات يمكن ما أخذت معي دقيقة ونص، وقفت وقالوا لي وين الموقع اللي تبيه، قلت الموقع الفلاني، ودفعت وعطوني الورقة والحين التصريح معي، يعني بإمكاني الحين أعمل المخيم. مقرات مخصصة لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة في عملية التسجيل الإلكتروني تعمل من 7 صباحاً وحتى 7 مساءً لتقدم خدماتها وتسهيلاتها ودعمها. طبعا ارتأت وزارة البيئة والتغيير المناخي في هذا الموسم أن تكون خدمة لكبار السن ولذوي الهمم، أن تكون في جميع المراحل تكون موجودة، يكون مجسم لمخيم شتوي وذلك لخدمة الجميع. طبعا التخييم الشتوي للموسم 23-24 الحمد لله تم الاستعداد له من نهاية الموسم الماضي، الاستعداد له وتلافي جميع السلبيات إن كانت موجودة. طبعا هناك كان نسبة خفيفة من المخالفات البيئية كانت موجودة من أصحاب المخيمات، والحمد لله تم دراستها وتوعية أصحاب المخيمات لتلافيها وتلاشيها في هذا الموسم.
طبعا المراحل الموجوده احنا في الموسم هذا طبعا لسهوله حجز المخيمات وتثبيت المخيمات تم عمل 4 مراحل. تبدا المرحله الاولى اللي هي لمده 3 أيام في المنطقه الوسطى، ومن ثم ننتقل للمنطقه الجنوبيه ايضا لمده 3 أيام، ومن ثم المنطقه الشماليه لمده 4 أيام، ومن ثم بعد انتهاء المراحل الثلاث يتم فتح السيستم البرنامج لمده 10 أيام لجميع انواع المخيمات الشتويه سواء كانت بريه او بحريه او داخل المحميات الطبيعيه. طبعا كلمه اخيره نوجهها للجهات اللي شاركوا معنا في الحضور اللي هم جهات إدارة البيئة في قوة الأخوية اللي كانوا من أول لحظة كانوا موجودين معنا طبعا لخدمة الجمهور وتثبيت بعض يعني مرافقتنا تثبيت بعض المخيمات، وأيضا مديرية البيئة في وزارة الدفاع اللي كان لهم حضور قوي في يوم أمس واليوم الحمد لله كان لهم حضور وتثقيف بعض المخيمين لبعض المناطق اللي يبعد عنها والبعض المناطق اللي تكون يعني يمنع أو يحظر التخييم فيها. تتكاتف جهود الوزارات والجهات لدعم وحماية المخيمين جنباً إلى جنب مع وزارة البيئة والتغير المناخي لتحقيق الأمن والسلامة للجميع. حياكم الله معنا مشاهدين الكرام، يمكن شفنا هذا التقرير لكن يمكن في نقطة جداً مهمة أخوي محمد، مهم وضروري أن الراغبين أو اللي مهتمين في موسم التخييم أنهم يحصلون على الأخبار والمعلومات من الجهات المعنية والرسمية. صحيح. على أساس أن يتفادون أمور كثير. صحيح. وإحنا عشان تكون كشتتك هالسنة وطلعاتك وروحاتك ورداتك تكون منظمة وتكون أنت في أمان وأمورك على قولتهم طيبة وتكون مستانس في طلعتك، خلك دائما على اطلاع دائم في حسابات الخاصة بوزارة البيئة وتغيير المناخي أو الوزارات المختصة في هذا الموضوع عشان تكون مستمتع في كلام، وخصوصا الأخبار اللي تصلكم لازم تأخذوها من مصدرها، وهذا رسالة نوجهها للجميع أن أي خبر حاب تتأكد منه أو خبر حاب تشوفه يفضل أنك أنت ترجع للمكان اللي ممكن يطلع منه اللي هو حساب الوزارة نفسها أو عن طريق اللي هي المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة. أكيد يعني إحنا ما ننسى أن نشكر جهود الوزارة خاصة على تخصيص مراكز لتقديم مثل هذه الخدمات لكبار السن، فأكيد يعني إحنا بدورنا نقول لهم يعطيكم ألف عافية. صحيح. نروح إلى موضوع آخر أخي محمد. نروح. أكيد مشاهدين الكرام، حيث شاركت مؤسسة حمد الطبية في المؤتمر السنوي لجمعية المتخصصين في رعاية وتثقيف مرضى السكري الذي انعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية. نعم، حيث للتعرف أكثر عن طبيعة هذه المشاركة يسرنا أن نستضيف الدكتورة منال مسلم مدير التثقيف الصحي بمؤسسة حمد الطبية. مساك الله بالخير ويا مرحبا وسهلا فيك دكتورة. مساء النور، حياكم الله وشكرا لكم. الله يسلمك. وهذا واجبنا دكتورة، أكيد يمكن مشاركتكم في مثل هذا المؤتمر، لو تكلمينا أكثر حول هذا المؤتمر دكتورة. طبعا هذا المؤتمر يعتبر هو المؤتمر الدولي الرئيسي اللي يجمع المثقفين المتدربين والمعتمدين لدى الجمعية الأمريكية للمثقفين الصحيين لأداء السكري. وهذا الجمعية هذه تأسست في عام 1973، والجمعية تهدف إلى تدريب وتطوير من مهنة التثقيف والمدرب الصحي لمرض السكري. جميل. لأن من المعروف أن مرض السكري طبعا مثل ما تعرفون هو مرض مزمن. نعم. يحتاج ويعتمد في الرعاية الطبية، تعتمد فيه على الرعاية الذاتية من الشخص المصاب بالسكري. نعم. لذلك وجب على دور الرعاية الصحية تدريب موظفين على ذو كفاءة معينة على أساليب التثقيف وتعليم مرضى السكري، وأيضا تعليمهم على أساليب الحديثة في التطوير واستخدام البرامج الحديثة أو استخدام التكنولوجيا لمساعدة مريض السكري أو الشخص المصاب بالسكري على الرعاية الذاتية. وأثبتت الدراسات العلمية أيضا أن الشخص المصاب بالسكري هو شخص 90% من عملية التحكم في نسبة السكر في الدم تعتمد على الشخص المصاب بالسكري وليس على الرعاية الطبية، لأن الشخص ما يشوف الطبيب أو يزور المستشفى في خلال السنة أو خلال العام إلا 2 إلى 3، لأن نعم. هذا مرض مزمن. نعم. فهو الطبيب، هو الطبيب الطبيب نفسه مثل ما نقول. نعم. اللي دائما مسؤول عن الرعاية الذاتية لمرض السكري
في السفر، في التخييم، في الإبحار، في النوم، في البيت، في أي مجال، وهو طبيب نفسه في عمله، في مدرسته، في جامعته. فيجب علينا كمثقفين صحيين أو دور مؤسسات صحية وطبية أن نوفر التدريب اللازم والكافي للشخص المصاب بالسكري، بحيث أنه الشخص يستطيع أن يرعى نفسه ويستخدم الأساليب الصحية للرعاية الذاتية للسكري، ويتوخى أو يأخذ حذره أنه يتعرض للمضاعفات التي قد تنتج عن عدم العلم أو عدم المعرفة. وأيضا أعقب على حديث الأستاذ نايف، على يهمنا دائما إحنا كمثقفين أو كمراكز صحية أو مؤسسات صحية، أن الشخص يأخذ المعلومة الصحيحة من الشخص المؤهل لإصداء المعلومة. طبعا إحنا في عالم الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة، متوفرة في التليفون، في الهاتف الآن، فيجب أن نتأكد من الموقع الصحيح، من الشخص المؤهل لإصداء المعلومة الطبية اللي هي قد يحتاجها في أي وقت من الأوقات. أكيد. جميل. دكتورة منال، لو إحنا ممكن على المؤتمر مرينا على الأشياء، ممكن شيء واحد اللي هو تعزيز، كانت واحدة من أهدافه اللي هو تعزيز العلاج، أو الناس ما قلت إن مريض السكري هو دكتور نفسه. إيه. بس في أهداف يعني ممكن تكون أكثر للمؤتمر، لو نتكلم شوي عنها واللي حققتها. طبعاً إحنا مشاركتنا كانت هذه المشاركة الأولى من نوعها، وإحنا أول دولة عربية على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط أيضاً. جميل. نشارك في هذا المؤتمر. شاركنا بملصقين بحثيين. جميل. الملصقين البحثيين، واحد يدور عن مدى كفاءة برنامج ديزموند التثقيفي اللي احنا استحدثناه، او ان احنا عملنا له عملية ادابتيشن او تغيير، بحيث انه هذا البرنامج هو برنامج انجليزي بريطاني، قام استحداثه مركز ليستر للرعاية للبحث ورعاية مرضى السكري في عام 2000 و إذا ما خاب ظني في عام 2016 تعاوننا، قمنا بمراسلة مركز ليستر، لأن كنا كانت مؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة برئاسة سعادة الوزيرة دكتورة حنان الكواري أبدت اهتمام تام للتثقيف الصحي للسكري. فكنا نبحث عن برامج حديثة بحيث أن نعمل عملية جذب للمواطنين والمقيمين على الأرض الحبيبة قطر، أن نعلمهم أساليب الرعاية الذاتية بطريقة علمية يعني جاذبة، وأنهم يبدأون ما يعتمدون على النظام الصحي بقدر ما هو الاعتماد على الرعاية الذاتية. فتواصلنا مع المركز ليستر لأن كان هذا أفضل من البرامج الدولية المعروفة. غيرنا في البرنامج بناء على ما يتواكب مع الحياة المعيشية، لأن تعرف مريض السكري الأكل والأكلة ويختلف عن الأكل في الدول الأجنبية. فضفنا أكلاتنا الشعبية لهذا البرنامج. جميل. ضفنا فصلين أيضا، فصل الحج وفصل الصيام، عشان المريض لما يدخل أو يحضر هذا البرنامج يكون عنده علم في الحج شلون يتصرف، وفي الصيام أيضا شلون يتصرف. جميل جدا. الملصق البحثي كان هدفه تقييم لأداء هذا البرنامج بالنسبة للأشخاص اللي حضروا هذا البرنامج، وكان طبعا الأداء كان عالي جدا وفعال، وأعجبوا فيه في الجمعية واستغربوا أنه إحنا عندنا هذا البرنامج. طبعا إحنا الدولة الأولى اللي ترجمت هذا البرنامج للغة العربية. جميل. ولنا حق حقوق الطبع في هذا. جميل. الحمد لله. الملصق الآخر استحدثنا نظام تطوير عيادة بإدارة المثقف الصحي، يعني عيادة يديرها المثقف الصحي. هدفها الرئيسي ضبط نسبة السكر في الدم. إحنا تعرف نسبة السكر عندنا في الدولة وفي العالم كله، السكر نوع الثاني، مرتفعة. وعدد الكادر الطبي أو الأطباء المتخصصين بالنسبة لعدد المرضى قليل. فدربنا مثقفين صحيين على كيفية، على بروتوكولات معينة بمساعدة الأطباء المتخصصين، كيفية ضبط نسبة السكر في الدم باستخدام الأنسولين، أو المتابعة الحديثة والدورية للشخص المصاب، يعني بالاتصال عليه، أخذ نتائج التحليل اليومي، وبناء عليه يقوم المثقف الصحي بزيادة الجرعة أو تنزيل الجرعة. فلين يصل الشخص بعد ما بدأ جرعة الأنسولين، يصل لموعده بعد 3 شهور أو 6 شهور، يكون الحمد لله
سكر ضبط وكان في المعدل الطبيعي. طبعا بهذا الملصق اثبتنا ان المثقف الصحي او العياده التثقيف الصحي لضبط نسبه السكر في الدم قامت بالاستغناء عن ليس الاستغناء عدم الاعتماد على الطبيب المعالج بنسبه 70%. جميل. فيعني استطاع المدرب الصحي او المثقف الصحي بضبط نسبه السكر بالدم بدون الرجوع للطبيب بنسبه 70%، وهذا طبعا شيء فعال لان احنا دورنا الاساسي ان نكون جنبا لجنب بجانب زملائنا الاطباء ونخفف العبء الرسمي عليهم ونساعد المرضى ونساعدهم على ان نحثهم على مراقبة نسبة السكر في الدم. أكيد. يعني دكتورة منال، اليوم من خلال مشاركة مؤسسة حمد الطبية أو القطاع الصحي في مثل هذه المؤتمرات والبرامج اللي أكيد لها يعني فوائد كبيرة، خاصة اليوم إحنا نعترف أن في بعض الدول الأوروبية أو الدول الغربية في تقدم خاصة في موضوع التقنيات في بعض العلاجات لبعض الأمراض، لذلك اليوم مشاركة مؤسسة حمد الطبية أو وزارة الصحة في مثل هذه المؤتمرات أكيد احنا راح نستفيد من خلال التعرف على يعني ما توصل له التكنولوجيا أو التقنيات. إذا جينا احنا نبغى نتكلم عن خدمات مراكز مؤسسة حمد الطبية دكتورة، خاصة في مجال العلاج لمرضى السكري. طبعا احنا العلاج مرضى السكري في مؤسسة حمد الطبية يعتمد على العلاج بأسلوب الفريق الطبي المدرب. نعم. أسلوب الفريق الطبي، الفريق يتكون من الطبيب المعالج اللي هو نعم. طبيب أخصائي الغدد الصماء والسكري، المثقف الصحي لمرض السكري، والأخصائي التغذية العلاجية المدرب على متخصص في مرض السكري والسمنة، وأيضا أخصائي العناية بالقدمين والممرض المتخصص في السكري، وأيضا الصيدلاني المتخصص في، فكلنا كفريق خدمات شاملة. أيوة خدمات شاملة. فإحنا عندنا عدة مراكز، طبعا مركز في مستشفى حمد العام، مركز في مساعيد، مركز في الخور، مركز في حزم بيريك، مركز في فهد بن جاسم لمرضى غسيل الكلى، وعندنا أيضا مركز في مستشفى المرأة والأبحاث. فهذه المراكز كلها يعني تعتمد على تقديم الرعاية الطبية بصورة فريق. يعني المريض يخرج من عيادة الطبيب إلى عيادة المثقف الصحي لمتابعته، وبعدين عيادة أخصائي التغذية، عيادة القدمين في نفس الوقت في نفس اليوم. جميل. على أساس نخفف العبء المرض على الشخص المصاب بالسكري ونقدم له أسبر يعني أفضل سبل الرعاية الطبية والصحية التي يتوجبها يستحقها الشخص المصاب بالسكري. وهنا أنوه أن العنصر الأساسي في هذا الفريق هو المريض أو الشخص المصاب. نعم. فلا نستثنيه، لأن أكيد. إذا هو كان غير راغب أو غير متعاون. نعم. مع الفريق الطبي سيعرض نفسه للمضاعفات، سيهمل في نفسه. والحمد لله الحين الوعي بفضل جهودكم الطيبة، فضل الجهود في وزارة الصحة، وأيضا في ما ننسى دور الرعاية الصحية، المراكز الصحية والرعاية في رفع الوعي للجماهير، أصبح عند الشخص يعني أول ما افتتحنا العيادة المثقف الصحي في مؤسسة حمد الطبية في عام 1997 كانوا المرضى يرفضون الذهاب لعيادة التغذية أو عيادة المثقف الصحي، يؤمنون فقط بالطبيب. الآن عندنا ما شاء الله يعني الناس تنتظر، وعندنا مواعيد بالانتظار، وعندنا خط ساخن، فعندنا عدة خدمات لأن صار عندنا علينا يعني زحمة. وأيضا هذا دور يعني فعالية المثقف الصحي أثبتت فعاليتها وثقة المريض في عياداتنا. أكيد. إحنا دكتورة كان السؤال ممكن كان يكون اللي هو نصائحك حق الأشخاص المصابين بالسكر، بس أنت جاوبتي أنه هو لازم يكون مهتم بنفسه لأنه هو طبيب نفسه في هذه الحالة. بس في بعض الناس ممكن يقول لك أنه أنا التقنية اللي عندنا في الدوحة مثلا ما تشابه التقنيات اللي برا، بحكم تواجدك في هذا المجال ومعرفته بطريقة كبيرة وخبرة كبيرة يعني يعطيك الصحة والعافية، ممكن تكلمينا عن شلون تشوفين الخدمات المقدمة من الرعاية الصحية الأولية ووزارة الصحة بشكل عام؟ المؤسسة حمد الطبية طبعا من أفضل المراكز، يعني ليس لأنني أعمل فيها يعني أو من 30 عاما أنا أعمل في المؤسسة، لكن الله يعافيك، لكن فعلا وصدقا يعني المؤسسة تهيئ أول شيء الجو التدريبي للكادر الوظيفي والتعليم المتميز، ثانيا توفر أفضل التقنيات. يعني إحنا عندنا أجهزة لمراقبة نسبة السكر في الدم،
أحدث الأجهزة توصل لقطر أول واحدة على مستوى الخليج ومستوى العالم، بعد أوروبا إحنا نكون أول ناس. اللهم لك الحمد. ويعني بالنسبة للأدوية كذلك، أول ما يتوافق عليها الجمعية الغذاء الأمريكية تكون أول دولة تستوردها هي دولة قطر، وما تبخل على مواطن ولا مقيم في أي من إذا احتاج طبعا. لكن إحنا ما هذا لا يعني أن ممكن بعض المستمعين يقولون لا أنتم تعطون ناس، لأن في معايير معينة وفي أجهزة تفيد ناس وأجهزة ما تفيد ناس. صحيح. يعني أعطائها لبعض الأشخاص بطريقة غير صحية قد ما تكون لها فائدة وراح تكون فيها ضرر عليه وأيضا ضرر للكوست أو التكلفة على الدولة، وإحنا ما نبي نزود التكلفة على القطاع. أكيد أكيد. طيب دكتورة منال، يعني مثل ما ذكرتي من خلال كلامك اليوم دور كبير لمؤسسة حمد الطبية في هذا المجال، بالإضافة إلى ذلك ذكرتي نقطة جدا مهمة وضرورية، لابد أن المريض نفسه يكون متعاون، يكون متقبل بحيث أنه يقدر يستفيد من هذه الخدمات. لكن نروح إلى جانب آخر دكتورة، اليوم بالإضافة إلى دوركم، بالإضافة إلى دور المريض نفسه، أكيد أفراد الأسرة لهم دور كبير خاصة في طريقة التعامل، في طريقة تشجيع يعني هذا المريض للاستفادة من هذه الخدمات. أولا مرض السكري مرض يعني يكون ما بي يعني أنا دائما لما أتكلم مع مريض سكري ويكون زعلان ومضايق أنا تشخص بالسكري أقول له ليش أنت زعلان، يعني أنت حلويت اليوم صرت أحلى من قبل، على أساس أنه ندخل نوع من نوع الابتسامة والرياحية في التعامل. هو مرض له عبء لأنه مرض مرتبط بأسلوب الحياة. نعم. وخاصة الغذاء والحركة. نعم. وهما يعني أكثر شيء الشخص دائما يكون فيهم جهد، لازم يبذل جهد. دائما نقول للأسرة أو الأصدقاء القريبين من الشخص المصاب دوركم رئيسي معه، لأنه لازم تشجعونه. الأسرة نفسها نوعية. نعم. الغذاء في الأسرة. أكيد. ونوعية غذاء مصاب السكري. أكيد. هو الغذاء الصحي في المدنية اللي احنا أكيد يعني عايشين. فعلا دور كبير. أيوة. للأسرة إلى جانب دوركم في مؤسسة حمد الطبية، فيعطيكم ألف عافية دكتورة منال. شكرا لك الدكتورة منال مسلم مدير التثقيف الصحي بمؤسسة حمد الطبية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، والله يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله من جميع الأمراض وجميع الأشياء اللي ممكن تصيبكم. وبهذا أعزائنا المشاهدين وصلنا لنهاية حلقة برنامج اليوم من حياتنا، شوفونا بكرة إن شاء الله في نفس الوقت ومواضيع جديدة وأخبار جديدة بإذن الله. أشوفكم على خير، مع السلامة.